العالم كله بيتجه لامتحان الطلبة أونلاين من البيت، وهقول لحضراتكم إزاي. أهلا وسهلا بيكم يا حضرات. شفنا نظرا للظروف اللي حصلت اليومين اللي فاتت إن جامعات كتير في أمريكا ومدارس كتير حوالين العالم بدأت إن هي تمتحن الطلبة بتوعها أونلاين من بيتهم. الطالب بيذاكر وبيدخل على الكمبيوتر، الكمبيوتر بيتقفل تماما للمراقب اللي قاعد في مكان بعيد خالص عن حضرتك، بيشوفك وبيسمعك وهو اللي بيتحكم في الكمبيوتر بتاعك، وفي الآخر حضرتك بتمتحن وبتاخد درجة. وأنا شفت الكلام ده بعيني. الكلام ده أصبح واقع في جامعات كتير وفي مدارس كتير في أمريكا حاليا، وكمان أصبح واقع في منظمة الـ ACT اللي بتعمل امتحان بيحضره تقريبا 2 مليون بني آدم حوالين العالم كل سنة ابتداء من الشتاء 2020. كمان منظمة الكوليدج بورد اللي بتعمل امتحان الـ SAT في أمريكا وبرضه بيحضروا ملايين الطلبة حوالين العالم في السنة، بيدرسوا جديا إن هم يعملوا الامتحان أونلاين من البيت خلال السنة دي إن شاء الله. الحكومة المصرية وزارة التربية والتعليم فعلا بتنفذ امتحاناتها أونلاين، ودي الخطة اللي عندهم بقى لها فترة طويلة، والكلام ده في رأيي الشخصي هيتطبق على المستوى العام في المدارس والجامعات خلال السنين اللي جاية، فلازم نكون كلنا مستعدين للموضوع ده. في ناس كتير متخوفة ان الامتحان الاونلاين ده هيكون فيه نسبة كبيرة من الغش وهيكون فيه مشاكل كتير، انما احب اكد لحضراتكم ان الكلام ده مش صحيح. الفكرة ببساطة بتكون ان حضرتك بتفتح الكمبيوتر بتاعك وبيكون عندك مراقبة من نوعين، يا اما مراقبة من بني ادم مراقب حقيقي قاعد قدامك شايفك وسامعك طول وقت الامتحان، او بيكون في كمبيوتر هو اللي شايفك وسامعك طول وقت الامتحان، او ده غالبا اللي بيحصل بيكون في الاثنين مع بعض، وهشرح لحضراتكم الموضوع بيكون ازاي. انا كمراقب بيبقى مطلوب مني اني اراقب مثلا 5 طلاب في نفس الوقت كل واحد فيهم بيمتحن من بيته، فببقى قاعد في بيتي انا او في مكتبي قدامي شاشة كبيرة، والشاشة دي فيها ال5 طلاب بأساميهم بالتايم بتاعهم بالفيديو والصوت بتاعهم وكل حاجة قدامي. في نفس الوقت البلاتفورم اللي احنا بنستعمله ده في برمجة AI اللي هو الـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي، وده بيكون موجود ان هو بيبقى شايف وسامع كل حاجة بتحصل لحظة بلحظة في الامتحان. بيقدر ان هو يبقى شايف عينين الطالب انها دايما على الشاشة، بيقدر يلقط اي تغيير في اتجاه العينين، بيقدر يلقط اي صوت غريب في الأوضة، ممكن يكون حد بيغش او حد بيحاول ان هو يغش، او يكون في صوت حتى مش غش بينبه على طول الطالب وينبه المراقب. اللي بيحصل ان البرنامج ده بينبه المراقب فورا على الشاشة بتاعته ان في حاجة مش مظبوطة في لجنة رقم 1، طالب رقم 1 دلوقتي حصل كذا كذا كذا. في الحال بيقدر المراقب ان هو يوقف الامتحان تماما ويقدر يتكلم مع الطالب ويقول له ايه اللي بيحصل عندك، وريني الكاميرا، لفها الناحية التانية، علي صوت، وطي صوت، حاجة زي كده. المهم ان هو يقدر يتحكم في الامتحان تماما، ولو في شبهة غش حقيقية بيتلغي الامتحان ببساطة وخلاص. طيب لو أنا دلوقتي بإيدي إن في امتحان مصيري هيدخلك الكلية أو هيدخلك السنة اللي وراها مثلا في المدرسة، أو يعني امتحان مهم، والامتحان ده حضرتك فيه شبهة غش بالشكل ده، وكانت النتيجة إن المراقب يلغي لك الامتحان تماما وتتحرم من دخول الامتحان تاني، تفتكر موضوع غش الامتحان ده هيكون موضوع سهل؟ أكيد لأ، لأن هتفكر 100 مرة قبل ما تعمل كده، لأن لو ضاع عليك الامتحان خلاص ممكن تتحرم من إنك تدخله تاني طول عمرك، تمام؟ او يمكن لمده 6 شهور او حاجه زي كده. فالمهم نسبه الغش هتكون قليله جدا، لان البرامج دي متطوره جدا وبتتطور مع الوقت، بيكون في مراقب حقيقي قاعد. وكمان كل الامتحانات بتكون مسجله صوت وصوره، فلو فرضنا ان في طالب غش او قدر يغش حاجه بسيطه والبرنامج ما خدش باله او المراقب ما خدش باله، بيكون في ريكوردنج للامتحان ده كاملا. طب الريكوردنج ده بيتعمل بايه؟ بيعدي على برنامج برضه AI، برضو البرنامج ده بيعمل سكاننج للريكوردنج ده للتسجيل كله، ولو لقى ان في حاجة غريبة فيه بيعمل حاجة بنسميها فلاجنج، يعني بيعلم على الامتحان ده بتاع الطالب ده من الدقيقة كذا لكذا في حاجة غريبة بتحصل. ساعتها التسجيل ده بيروح لمراجع، المراجع ده بيتفرج على الفيديو ويشوف ايه اللي حصل في الدقيقة دي، ممكن يخاطب الطالب ويقول له في الوقت ده حصل كذا كذا، ايه تفسيرك للي حصل؟ يعني بيكون في تحقيق في حالة ان في اشتباه في الغش، وده بيكون احسن بكتير من مراقب مدرس في لجنة مليانة طلبة في وسط دوشة مش هيقدر يشوف كل حد اكيد بيحصل غش، انما لما كل واحد يبقى لوحده بالشكل ده الغش بيكون قليل جدا، فبالتالي المصداقية بتاعت الشهادة وبتاعت الامتحان بتكون اكبر كتير. انا شايف ان هو ده هيكون المستقبل القريب جدا جدا جدا، سواء احنا حابين او مش حابين. اللي احنا الظروف اللي احنا اتحطينا فيها اليومين دول خلت الجامعات والمدارس والمنظمات الدولية كلها
تسرع في موضوع الاونلاين تيستينج، استعدوا له واقروا عنه اكتر. يا رب يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم. سلام عليكم.